مسرح بإقليم سيدي قاسم، الدورة الأولى من 6 إلى 12 أبريل 2015. اليوم بحمد الله نصل إلى نهاية المهرجان، إلى نهاية هذه المغامرة، إلى نهاية هذا الحلم الطفولي الذي تحقق بحمد الله وعونه بفضل إيمان ناس آمنوا بهذه الفكرة. عملت إقليم سيدي قاسم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة الثقافة المغربية، مسرح محمد الخامس، هم المؤسسات الراعية لهذا المهرجان في مدينة لا تتوفر على مسرح، في مدينة لا تتوفر على مكان إضافة الضيوف واستقبال الضيوف. نتمنى لهذه المدينة أن يكون لها مسرح، نتمنى لهذه المدينة أن يكون لها مكان لاستقبال الضيوف. نحن تحدينا السعادة، نحن تحدينا الواقع، نحن سرنا ضد التيار وحققنا هذا المهرجان الذي كان يبدو في نظر العديد مستحيلا. نحن نعيش نشوة الختام، نحن عشنا لحظات سعادة منذ افتتاح هذا المهرجان الذي كان رائعا في لوحاته، لا رائعا في مضمونه، رائعا في الفرق التي شاركت في هذا المهرجان، سواء من تونس، من رومانيا، من اسبانيا، من المغرب، ومن الناس الذين امنوا، دكاتره مرموقين في العالم العربي، الدكتور نادر القنا من فلسطين، والدكتور جمال الجايشي من الكويت، ومبدعنا الكاتب الكبير المسكين الصغير، وعريس هذا المهرجان، وأبو الأجيال ومربي الأجيال، المثقف الكبير، المربي المتخلق، الدكتور عبد الجليل وعشرين، الذي نكرمه في هذا المهرجان، وبعد قليل سيتم حفظ الختام بفقرات فنية لتوزيع الجوائز ورموز هذا المهرجان التي قررنا أن يكون رمز يحمل رموزا محلية وخصوصيات المنطقة وخصوصيات إقليم سيدي قاسم الذي ينتمي إلى جهة الغرب شراردة بيحسن. لنا هويتنا الثقافية، لنا تاريخنا نعتز به، نعتز بمنطقتنا، نعتز بإقليمنا، نعتز بمدينتنا الغراء. وشكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم بقليل أو كثير، لكل من ساهم من بعيد أو قريب في إحقاق هذا المهرجان، في إعطائه هذا الاسم، في إعطاء هذا الاسم لهذا الموجود الجديد. شكرا للجميع، نحن ممنونين لكل الحضور، نحن ممنونين لجمهور مدينة سيدي قاسم، ولجمهور إقليم سيدي قاسم، ولكل الوفود التي أتت من خارج المغرب، من تونس، من الجزائر، من ليبيا، من العراق، من فلسطين، من الخليج، من بريطانيا، ومن إسبانيا. شكرا للجميع، وإلى الدورة المقبلة، إلى السنة المقبلة إن شاء الله، في ربيع الفن، في ربيع الفن، في الدورة الثانية للمهرجان الدولي للمسرح لإقليم سيدي قاسم. شكرا.